السؤال الخاص بجزء البنوك، يعني حضرتك مولانا من أشد الشيوخ في موضوع البنوك وإن ما في بنوك إسلامية وكل فوائد الربا، فكيف في الفيزا؟ سؤال اللي هو الشرط المعطل اللي هو الشرط الرابع اللي فيها إذا تأخرنا في السداد يتم احتساب غرامة يعني، فده شرط رابع واضح، وسمعت فتوى لحضرتك إنه هذا شرط معطل وبالتالي الفيزا حلال. ما دمنا في أمران استندنا إليهما في هذا الباب، الأمر الأول نيتنا في ألا نوقع أنفسنا في هذا الشرط، والأمر الثاني الضرورة التي ألجأتنا إلى هذه الفيز، أنك لا تستطيع أن تمنع الفيز الآن من التجوال بها خلال العالم، الناس الآن لا يستطيعون الذهاب للعالم ومعهم أموال نقدية فيضطرون إلى فيز، فالأمران معا هما اللذان حملاني على ذلك، الأمر الأول اعتبار ذلك شرطا معطلا وربي يعلم من نياتي أنني لا أريد أن أقع في الربا، الأمر الثاني الضرورة التي دفعت الناس إلى هذا، والله أعلم. طب في النقطة دي إضافة يا مولانا لحضرتك والسادة المستمعين، أصبحت بعض البنوك بتعمل حاجة اللي هي القروض الديبت، إن أنا أشحنها الفلوس وتعمل بها كأنها فيزا بدون اقتراض، فدي بتسهل قضاء الحوائج اللي ممكن الفيزا بتعملها من غير من أنا أقترض بفايدة، وإن في شرط قبول وياخدوا رسوم في السنة 100 ريال مثلا أو شيء كده يعني. نسأل عنها إن شاء الله.